ما نقدرش نتكلم عنه. يسألوني أنا أنت سد حلقك يا مامي. خالد الذهبي يرفض كشف سر عن والدته أصلا. مش قصدها كانت بتبعتها الفايق. أولادنا كلهم بيشجعوا الفريق المصري لأنه هن مصريين، ولدوا هون بيحكوا مصري وأصحابه المصريين وأنا كذلك. بالكلمات دي ردت أصالة من حفلها اللي أقيم في بحيرة القاهرة في مصر على الحملة اللي تعرضت لها قبل حفلها بأيام، اللي وصلت لحد الهجوم عليها والمطالبة بإلغاء حفلها. كل أمنياتي الناس تروق هيك وترحم بعضها والرحمة تعم الرحمة، بتعرفي نحن ناقصنا شوية رحمة بقلوبنا، مع أنه نحن يعني رحومين العرب تحديداً، بس يمكن هيك قسوة الأحداث أسد بعض مننا. وأكيد أصالة كانت حريصة أنها تحكي عن الموضوع على المسرح. وسنين طويلة من عمري أكثر من نصه بشوي كتار قضيتهم معكم وبينكم. شو هو الوطن غير المستقر؟ شو هو الوطن غير يكلنا بيت فيه أولادنا بتربى فيه؟ ولادي بيحكوا مصري بس. ورامي صبري اللي تعرض لهجوم لأنه دافع عنها شاركها الغنى ورد على الهجوم. إن أول إن أنا قلت أصالة مصر زعلانين أوي. ما أنا مصري. والدعم في اليوم ده ما كانش بس من رامي، فعيلة أصالة أكيد كانت حاضرة. فابنها خالد الذهبي كان مرافقها من لحظة وصولها بقارب مع زوجها فائق حسن، وحرص انه يهتم بكل التفاصيل في الكواليس، خصوصا ان الحفلة دي هي اول حفلة رسمية من تنظيمه. حلم العيلة ان انا الصراحة اعمل شركة هوسبيتاليتي بإذن الله، ادخل فيها روح سولا اللي احنا شفناها وكبرنا عليها واللي انا نفسي الدنيا كلها تشوفها. وكدعم منها اتبرعت أصالة بأجرها لي. أولاً اليوم تجربة جديدة للودي، وكل تجربة جديدة حقدامك يا حياتي أنت، وأنا خلفتهم فبالتالي لازم أدعمهم. فاليوم أنا هديتك يا حياتي متبرعة بأجري للودي بهي الحفلة، وكمان لثلاث مؤسسات خيرية مصرية. سعدني أنه يكون مثلهم بالضبط أجري بتبرع فيه لثلاث مصادر، بحب اني اتبرع بتلته، وبتمنى انتو كمان اليوم يكون يوم الضمير العالمي. وده مش المشروع الوحيد لخالد، فهو بدأ التحضير لفيلم وثائقي خاص بوالدته، واحنا سألناه عن الموضوع. البداية كمان استنونا التور هيبقى مولع، والدوكيومنتري اللي هيطلع قريب. لا ما تعرفش اي حاجة، وده موضوع بتاعي، موضوع خاص مش هنتكلم فيه، وده كونتنت بتاعنا وهو سيربرايز فما نقدرش نتكلم عنه. يسألوني انا انت سد حلقك يا مامي وانا عم بحكي، ما تواخذونا بكلمة سد حلقك، هلا بتعملونا عليها انه انا عم بظلم ولادي وحرام بقول لاولادي سدوا حلقكم. ده انت اكثر عدنا مدلعتينا، بقول لحدا كمان غير ولادي بس ماشي فش خلقي. والملفت ان اصالة وخالد اختاروا يلبسوا ماتشنج اوتفيتس في الليلة دي، اصالة بفستان ابيض فوق وكيمونو احمر ميزوا الهاند ميد ديتيلز، وخالد بقميص ابيض مع نفس الكيمونو. اي نحن دائما ديزاينر، احنا انا نزلت لبنان اخترت في ديزاينرز بنت صغيره من المالكي من نفس المكان اللي احنا منه في سوريا، ديزاينر جديده بتعمل كل حاجه هاند ميد كيمونو، فاخترنا ان احنا نعمل، انا اخترت اعمل اثنين نتوين انا وهي عشان هي توأم روحي الحقيقه. والحب ده كمان شفناه من زوج اصاله فائق حسن في الكواليس اللي هو يعتبر الدعم الاكبر ليها، وهي دايما بتعبر له عن حبها على طريقتها الخاصه، وكانت نشرت ستوري على انستغرام بتستعرض اظافرها اللي رسمت عليه حرف اف مع قلب. بتعرفي انه نزل الفيديو بالغلط؟ والله ما كانش قصدها، كانت بتبعتها الفايق. تصور انا كنت بقول لها بتعملي ايه يا ماما؟ اني حطيت حرفه، دائما بحط حرفه، بس كل مره بحط الحرف بلون يعني مختلف، فكنت عم صور لفايق وكبست الزر بالغلط. وبدوره اكيد فائق كمان بيعرف يعبر عن حبه ليها في العلن وبينهم، فدي كانت هديته في عيد ميلادها. اتوقع ولا جوزي جاب لي هديه كثير حلوه، انا اكتشفت مؤخرا اني بحب نوع شنطه معين قريب من حجمي، وجوزي جاب لي كل الالوان، هي احلى هديه.